السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير لاباس، كلشي مزيان الحمد لله. نزولا لطلب بزاف البنات وحتى بزاف ديال الاولاد، مي اغلبيه جاوني ميساجات من البنات بغاو كيفاش يتعلموا يديروا السكوات بطريقه صحيحه وبدون الكوتش، وكذلك ومثال الدراري حتى هما غادي يستافدوا من هذا الفيديو، علاش؟ حيت حتى هما محتاجين انهم يتعلموا كيفاش يديروا السكوات. اليوم ان شاء الله غادي ناخذوا خمسه الخطوات اللي هما مهمين باش يعلمونا كيفاش اننا نديروا سكوات بطريقه صحيحه، فخليكم مع الفيديو. كما شفتوا حالة قدامكم، يعني غير باش نوريكم الطريقة في كي وليت. غادي نهضروا شوية على داكشي اللي درنا كامل، على الستيبس اللي دزنا عليهم. حاولوا كل ستيب تقنوها بطريقة صحيحة وتركزوا كيفاش أن ركابكم يعني ما يفوتوش العبار ديال الصبع رجليكم، كيفاش أن الظهر خصو يكون مقاد، كيفاش لي فيس أنهم هما الأولين كيدفعوها باش كيجلسوا، كيفاش فاش كتبغي توقف راسك كيكون كيفاش خصو يكون مع ظهرك. يعني هاد النقاط اللي خصك تركزوا عليهم في الفيديو، الا ما فهمتي شي حاجه عاود الفيديو وحاول توقف عند كل ستيب وتشوف تقنها مزيان، وكل ستيب حاول ديرها يعني الماكسيموم ديال الريبيتيشن اللي تقدر ديرهم عاد باش دوز للستيب الثانيه. وما تنساوش بان الستريتشينغ ديال المولي عنده اهميه كبيره في انك تقدر تهبط بطريقه صحيحه سكوات طلع. الكرسي هو اسهل طريقه للناس باش يتعلموا يديروا سكوات بطريقه صحيحه، حيت صعيب ان الواحد مع عمرو دار سكوات وغادي تجي تقول له هبط دير سكوات، غادي يهبط بطريقه غلط وغيطلع وغيتخيل راسه بانه راه هبط بطريقه صحيحه. فمن الاحسن هاد الستيبس اللي نعطيتكم انا كنستعملهم في يعني في الخدمه ديالي مع الكلاينتس ديالي، وكلهم يعني كيتوافقوا في الاخر ديال يعني فاش كيدوزوا من هاد الستيبس كيتوافقوا وكيوليو يديروا سكوات بطريقه صحيحه. فنتمنى انكم يعني تطبقوا هادشي بطريقه صحيحه وتكونوا استفدتوا، و هادشي اللي كاين راح ندرناه، هذا هو الجهد. المهم تسناو الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون حتى هو مفيد ان شاء الله، ونتمنى هاد الحلقه تاعي تكون فاتكم واستفدتوا منها يعني بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله.